دعماً للمطورين العرب، اليوم نستعرض لكم 5 تطبيقات عربية مميزة. أهلاً في ابتكار. تطبيقات نشر المحتوى كثيرة، لكن معنا اليوم تطبيق بفكرة تقدم إضافة جديدة، تطبيق قلم، منصة عربية لهواة الكتابة الذين يرغبون بتوصيل أفكارهم وآرائهم بحرية، وهو مفيد لمن يبحثون عن جمهور يقرأ ويطلع على كتاباتهم بتفاعل أكبر من مواقع التدوين الشخصية والصحف التقليدية. في تطبيق قلم خيارات مجالات الكتابة كثيرة مثل الأدب، العلوم، الفلك، الرياضة، الفن والسينما أو أي مجال آخر ترغب به، أي بمعنى آخر دعونا نقول أنه شبكة تواصل اجتماعي لمحبي الكتابة والقراءة معا، حيث يسمح بالتواصل مع الكتاب والقراء وتبادل الآراء معهم. مميزات تطبيق قلم كثيرة مثل إمكانية إضافة فيديو، صورة مع الكتابة، التعديل على الكتابة ومجال الكتابة بعد النشر، ومشاركة رابط الكتابة مع الآخرين. مع تطبيق قلم لا تدع شغف الكتابة لأي سبب كان. التطبيق مجاني على iOS وقريبا سيتم إصدار نسخة للأندرويد. التطبيق الثاني لدينا هو الطبي، تطبيق متميز لتقديم الاستشارات الطبية المباشرة من قبل أطباء مختصين. فمثلا لو كنت تشكو من مشكلة صحية يمكنك التسجيل بالتطبيق وإرسال تفاصيل المشكلة، وسوف تصل لطبيب مختص للإجابة عليها خلال يوم أو يومين، مع ضرورة كتابة وصف سليم وتفاصيل كافية. لكن نؤكد أن هذا التطبيق لا يغني بأي حال من الأحوال عن زيارة الطبيب في أغلب المشاكل، كما يقدم التطبيق دليل الأطباء والمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية في عدد من الدول العربية. التطبيق مجاني على iOS وأندرويد، وهناك ميزة مدفوعة تقدم خدمة التواصل الهاتفي المباشر مع الأطباء. أما ثالث التطبيقات لدينا فهو تطبيق قريبون المميز، يقدم استشارات نفسية من قبل استشاريين وأخصائيين نفسيين في هذا المجال، كذلك يحتوي على العديد من الرسومات التوضيحية الإنفوغرافيك بالإضافة لمحتوى مرئي ومسموع. أيضاً يضم مكتبة شاملة للثقافة النفسية، ويقدم ميزة الاتصال هاتفياً بمركز الاستشارات النفسية لتعزيز الصحة النفسية. التطبيق مجاني على أندرويد وآيOS. رابعاً أبجد، شبكة عربية لمحبي القراءة، يقدم القراء والكتاب والمدونين العرب بناء مكتبة يشاركون فيها بكتبهم وقراءاتهم الحالية أو المستقبلية، ويتيح لكل مستخدم أن يفهرس قراءاته ضمن 3 قوائم في مكتبته، الأولى لقراءاته الحالية مع مشاركته لمستخدمي الموقع بتقدمه في الكتاب، والثانية للكتب المقروءة سابقاً، والثالثة لكتب يطمح في قراءتها. وهناك ميزة البحث لتسهيل الوصول إلى الكتب والمؤلفين. يحتوي التطبيق على توصيات ونصائح الأصدقاء التي تساعد على تقييم الكتب وكتابة مراجعات عنها. التطبيق مجاني على iOS وأندرويد مع وجود موقع على الويب. خامساً وأخيراً شعلة، تطبيق مميز لتطوير القدرات الذهنية مثل قوة الذاكرة من خلال تدريبات ذهنية يومياً عبر ألعاب ذكاء علمية رائعة، كما يمكنك الحصول على تمرين يومي خاص بك حسب المهارات الذهنية التي تود تطويرها. التطبيق يضم أكثر من 23 لعبة ذهنية لتقوية الذاكرة والتركيز وحل المشاكل وسرعة ردة الفعل والمرونة، كما يتم تغيير صعوبة الألعاب للتأقلم مع أدائك وتحدي ذهنك تدريجياً مع الوقت، كما تستطيع اكتشاف معدل ذكائك ومقارنته مع الآخرين. تم تصميم الألعاب بناءً على دراسات في علم الأعصاب. التطبيق متوفر مجاناً على iOS، وهناك نسخة كاملة مدفوعة بمميزات أكثر، ومن المتوقع توفره قريباً على الأندرويد. روابط التطبيقات أسفل الفيديو. الأربعاء القادم انتظرونا في 5 ألعاب عربية مميزة. أنا ريم وفريق العمل من خلف الكواليس نشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.